بالتعاون أيضا شارك وزير التجارة سعيد جلا بالعاصمة الألمانية برلين في افتتاح فعاليات الطبعة 37% للصالونية الدولي للخضر والفواكه، يشارك فيه أزيد من 20 عارضا جزائريا ناشطا في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية، يسعون جميعهم إلى اغتنام فرص جديدة للشراكة وإيجاد أسواق لتصدير المنتج الوطني. التفاصيل في مراسلة موفدى التلفزيون إلى برلين حمزة أحمد بالقسام. الجزائر حاضرة في معرض الخضر والفواكه ببرلين بعد غياب دام 8 سنوات ب20 عارضا بين منتجين ومهنيين غذائيين. المشاركة هذه تهدف من خلالها الدولة لإشراك المتعاملين في برنامجها الاقتصادي الهادف لترقية وتنويع الصادرات. الجزائر تشارك في هذا المعرض بكل مع المتعاملين الاقتصاديين لتبيين المنتوج الجزائري، وكذلك لتعطي نظرة على التنويع والتقدم لشهادة الجزائر في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل كل التوجيهات في حكومة رئيس الجمهورية في مجال التنويع الاقتصادي وخاصة الصادرات خارج المحروقات. العارضون الجزائريون يبحثون عن فرص جديدة لتصدير منتجاتهم وإبراز قدراتهم التنافسية في الأسواق العالمية من ناحية الجودة والتنافسية في الأسعار. اليوم راهي تصدر قاطرة كل 4 أيام، يعني 2 قاطرات في الأسبوع هذا العام الماضي، والعام هذا أصبحنا في 4 قاطرات أسبوع، معولين نوصلوا إن شاء الله لمستوى أكثر حتى 4 قاطرات في اليوم، يعني سمي رومورك لأوروبا. والهدف واحد هو ترويج بالمنتجات الوطني اللي هو يعني بدا ينتشر في بانتشار على مستوى الدول الاوروبيه والدول العربيه، وهذا تبقى للسياسه الحكيمه رئيس الجمهوريه اللي اعطى دعم للمنتوج الفلاحي واللي اعطى ثمارها في الاونه الاخيره. معرض الخضر والفواكه والموجه للمحترفين يعرف ايضا مشاركه المؤسسات العالميه الناشطه في مجال اللوجستيك والخدمات. وأمام الديناميكية الكبيرة التي يشهدها القطاع الفلاحي في بلادنا والفائض في الإنتاج، يعد هذا المعرض فرصة سانحة للتعريف أكثر بالمنتجات الجزائرية والتوقيع على اتفاقيات شراكة، ما يسمح برفع قيمة الصادرات خارج المحروقات. حمزة أحمد بالقسام للتلفزيون الجزائري من العاصمة الألمانية برلين.